بصدفان بدي رحب بكل سما عم برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني. بلقاء جديد من برنامج كل يوم بيومه رح نقدم بحلقة اليوم عدة فقرات لتعطية عدة نشاطات عم بتصير بالبلد. البداية من الحدث الرياضي الوطني المنتظر الأحد المقبل ببيروت وضواحيها، المقصود ماراثون بيروت. تحت أي شعار رح نركض هالسنة؟ وماذا عن المسار؟ لأجوبة مع مديرة العمليات للماراثون فرانسواز زنعمي. أهلا وسهلا فيك أستاذة. مرسي ثانكيو. أهلا وسهلا فيك. مرسي أستاذة. رح بلش معك، أول شيء نعرف على أي شعار رح نركض السنة؟ هيدا السنة شعار ماراثون بيروت هو أنا بيروت، يلي هو شعار للكل، يلي هو شعار عم بيقول للعالم انه بيروت منا وحدة، بيروت لازم ترجعوا على بيروت، تركضوا معنا بهيدا النهار اللي بيجمع كل العالم. ومن وراء هيدا الشعار والكامبين اللي اطلقناه من اكثر من 4 أشهر تقريبا عنا اكثر من 1000 عداء جاي من برا يشترك معنا بهيدا الحدث الوطني. نعم، أهلا وسهلا بكل العدائين عن جد بهيدي الظروف يكونوا معنا ببيروت ونركض نحن وياهن لهدف واحد. أستاذة فرانسواز، يمكن أكثر شيء بينحكى بالماراثون أنه بيعمل حيوية اقتصادية وطنية اجتماعية رياضية، ومقابل بتشوفي بعض الاعتراضات بتحكي عن إقفال الطرقات. بدي أحكي أول شيء إيجابياً هذا التفاعل السنة، كيف قدرتوا تعملوه رغم الظروف الاقتصادية والصحية والعامة؟ والجزء الثاني مفوت على المسار تنقول للناس مش غيروا طريقكم مشان ما تنقوا. مزبوط مزبوط. هو نحن أكيد نحن عم نعمل ماراثون بظروف كتير صعبة، وصراحة لو من المساعدة من كل الجهات إن كانت مادية أو معنوية أو بيقدموا services اللي هن بسمون in kind donations ما بنقدر نعمل الماراثون. نحن بالمكتب بمكتب الجمعية نحن 5 أشخاص، ولكن نهار السبق في عنا أكثر من 1500 متطوع يلي هن بينزلوا معنا على الأرض تيساعدونا نعمل هذا الحدث. هذا من الشق يلي الاقتصادي أو اللوجيستي مثل ما بيقولوا. نحن مثل ما بيقولوا we're here to stay، باقيين لو شو ما كانت. إذا نحن ما نظمنا الماراثون ما كنا داعمين للاقتصاد وللوطن مين لح يكون؟ فمن وراء الكامبين مثل ما قلت لك قدرنا نعمل ريتش لبرات لبنان وندعي كل العدائين يجوا يركضوا معنا ويساهموا برجع بيروت شوي ولو حتى بطريقة صغيرة للحياة. هلأ بقصة تسكير الطرقات نحن منواجه المثل كتير، بس نحن منسكر الطرقات لوقت كتير قصير، يعني منبلش نسكر الطريق من الساعة 5 الصبح ولكن تفتح تدريجيا من الساعة 9 الصبح. من 5 لـ 9 تقريبا كل العالم بتكون بعدها نايمة نهار الأحد. ونحن حتى لو سكرنا بضل عنا طرقات مرادفة يلي هي العالم فيها تسلكها تيروحوا على أشغالهم، على الكنايس، على المطار، على المستشفيات. سو نحن ما منسكر الطريق بوجه حدا، ونحن بمساعدة القوى الأمنية بضل عنا مثل الثغرات بنفتحها إذا في حالات طارئة. فمنجرب نتعاون مع الكل، مع السائقين، مع السيارات، مع القوى الأمنية، مع الجيش اللبناني، ومع المتطوعين اللي بننشرهم على كل المسار. نعم. طيب فينا نعرف إذا بتسمحي تقولي لنا كيف المسار رح يكون هالسنة؟ لأن كل سنة في أوقات تطور أو تعديل أو تغيير صغير بواكب المواصفات العالمية وبواكب يعني الثغرات اللي بيكون موجودة بالإقفال والفتح الطريق. مظبوط. هو نحن المسار صار له تقريبا 80% هو ذاته، هو ببلش من واجهة بيروت البحرية ومننطلق صوب الكورنيش تنوصل على ملعب الرياضة. هونيك بيعملوا يوترن وبيرجعوا وبيفوتوا بيرجعوا نفس المسار وبيطلعوا صوب بلدية بيروت وبيمرقوا حد بناية النهار. أكيد عم نحكي على مسار 42 كيلومتر اللي هو أكبر مسار بكل السباقات اللي عنا إياها. بيفوتوا بشارع الجميزة وآخر مرم خايل بيروحوا صوب الفيات وبيفوتوا صوب كمان فرن الشباك، في هونيك شقفة كتير كبيرة.
بيوصلوا على آخر جامعة التجاس وبيلفوا وبيرجعوا على نفس الطريق، ولكن بس يوصلوا على تقاطع برج حمود بيفوتوا على الطريق البحرية على الضبية، بيركضوا لآخر طريق البحرية بعدين بيرجعوا بيفوتوا على الضبية ووتر فرونت، بيعملوا برمي هناك وبيرجعوا وبيرجعوا بيسلكوا نفس المسار تيرجعوا على واجهة بيروت البحرية. في عنا كمان مسار 21 كيلومتر يلي هو نص هيدا المسار اللي خبرتك عنه، ومسار 10 كيلومتر يلي هو بس على الكورنيش روحة رجع، ومسار 5 كيلومتر يلي هو نص العشرة كمان. حلو، هلا بنرجع نحكي عن الانطلاق المسارات شو الفرق بيناتهم والى اخره، بس عم بستنتج منك انه الاوتوستراد الاساسي اللي هو من الصيف في شهر الحلو مفتوح يعني اكيد هذا بعمره ما بيتسكر. نعم يعني مش ما يبلش النق يعني. لا مش قلت لك نحن الطريق اللي بنسكرها بنفتح محله وحده حدا تيقدروا العالم يقطعوا عليها. نعم ده. بالماراثون قلت في 42 والنص والنص النص والنص. أكيد. خبرينا شوي كيف رح يكون يا ماراثون، رح ينطلق أول شيء بحضور مين، هل في جهات رسمية، هل في تجمعات، هل كيف رح يكون احتفاليات؟ كمان نحن بنعرف ببلش الماراثون قبل الماراثون بتسليم وبقرية الماراثونية، فيها السنة قرية ماراثونية أو لا؟ لسوء الحظ لا، نحن كنا نعملها بموقف الباصات بترين ستيشن مرمخايل، من بعد انفجار بيروت هذا المحل بطل موجود لأنه ضرر كتير، فما بقى عنا هالمساحات الكبيرة الموجودة ببيروت نقدر نخدها على شهر كامل تنحضر ونستقبل العالم فيها وتستقبل أكتر يعني عدد ممكن اللي هو 12,000 مشارك. فهالمرة ما عملنا قرية ماراثونية، ولكن عنا مطرح بيستلموا فيه الأرقام ببيروت سوق يلي هو مفتوح على 5 أيام. نعم. حاليا مفتوح. أي أكيد، هو من الثلاثة للسبت بيقدروا ينزلوا من الساعة 12 الظهر للساعة 7 بالليل. فريق العمل موجود تيساعدهم، فيهم ياخدوا أرقامهم والتيشيرتات ويتصوروا حد اسمهم على الحيط تبع الماراثون والهاف ماراثون. هلا بالنسبه لاوقات السباقات والانطلاقات، نحن عندنا تقريبا 5 سباقات بينطلقوا بهذا النهار. اول سباق بينطلق هو النصف ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصه، هن لانه بيخلصوا اسرع ناس لانه هن على كراسي مش متحركه بس كراسي مخصصه ليعملوا ماراثون فيها، سو هن بيخلصوا تقريبا بساعه، لهيك بينطلقوا اول شيء ولسلامتهم حتى ما يضربوا بحي الله عداء على المسار. وهن بينطلقوا على الساعة 6:10. نعم. بيرجع سباق الماراثون بينطلق على 6:20، في تقريبا 800 عداء بهيدا السباق. بعدين على 6:40 بينطلق 6:20 هو اي سباق؟ للماراثون. للماراثون العدائين هن الأجانب واللبنانية مع بعضهم رح ينطلقوا؟ صح، نحن ما بنفرق، الكل بينطلق بنفس الوقت لأنه لازم كمان يخلصوا تقريبا بنفس الوقت. نعم. عندك كمان سباق النصف ماراثون وسباق البدل، كمان النصف ماراثون ببلش على 46 دقيقة، كمان في تقريبا شي 1800 شخص بهذا السباق. وبعدين عنا سباق 10 كيلومتر، هذا في 1500 شخص بينطلق على الساعة 7، وهون بناخد بريك 3 ساعات تيصيروا يوصلوا العدائين حتى ما الكل انه كل السباقات يفوتوا ببعضهم. عنا سباق المرح يلي هو 5 كيلومتر ببلش على الساعة 10، وهيدا فيه تقريبا 7,000 مشارك. نعم. هيدا من وين لوين رح ينطلق؟ هيدا من واجهة بيروت البحرية، بيروح صوب سان جورج. نعم. بيوصل على أول الكورنيش وبيلفوا وبيرجعوا، يعني ماكسيموم ساعة. اي ماكسيموم، هيدا فيهم يمشوا فيهم يكزدروا فيهم يركضوا، هيدا نحن بنعمله مشان اكتر شيء مشان الانجيوز بلبنان ك فند ريزنج بلاتفورم، الاشخاص اللي نازلين مسجلين تحت اسامي جمعيات. نعم. فبيساهموا بارجاع 25% من رسوم الاشتراك اللي دفعوها للماراثون لهيدي الجمعيه. نعم.
سو لهيك لهيك عنا أعداد كتير كبيرة، لأن الجمعيات كمان بيشتغلوا معنا بالريكروتمنت للعدائين. نعم استاذة فرانسواز، نعم الواضح أنه التحضيرات قائمة وجاهزة والانطلاق ينتظر يوم الأحد 13 الشهر، والتأس نشكر الله هالسنة الواضح أنه رح يكون مشمس وصافي. نعم. سؤال أبرز الجوائز، نحن بنعرف أنه الماراثون بياخد على عاتقه جوائز أبرزها مالية وخاصة للعدائين الأجانب، صح. كيف قدرتوا تدبروا الجوائز وكيف رح تكون قيمه الجوائز؟ صراحة نحن ما كنا مدبرين الجوائز أبدا، لأنه نحن همنا الوحيد هو نعمل الماراثون مثل ما بيقولوا بالتي هي أحسن. المهم ننظم السباق وننظم المسار، السلام العام والتنظيم التقني تبع الماراثون، وكل شيء باقي بيجي بيسموه اكسترا. هلا نحن جوائز الماليه للعدائين اللبنانيه تبرع فيها شخص معين حب انه يقدم شيء للعدائين اللبنانيين، لانه هن من المهمشين باخر 3 سنين. تبرع وما قال اسمه؟ لا حلو، ما حب يقول اسمه. تحيه لمين ما كان. إيه؟ وحلو انه عم بيدعم العداء اللبناني. نعم. عم يدعم نشاط لبناني، جمعية لبنانية، عم يدعم لبنان باستمرار الروح الرياضية فيه. أكيد، وهي المجمل جوائز هو 40,000 دولار. نعم. لحتى نعطى لأول تاني تالت بكل السباقات، يعني الماراثون، ذوي الاحتياجات الخاصة، نصف ماراثون. ال40,000 يلي تبرع فيهم الشخص تبعي، مزبوط. هدول اللي بيتقسموا على العدائين اللي بيربحوا اول 3 مطارح، فبيرجعوا كلهم انكاش بالدولار لكل العدائين. مبروك، وان شاء الله المستحق يربح، وهيك التنافس حلو، التنافس الرياضي. اكيد ومش غلط انه يكون في جوائز ماليه بهالزمن اللي كتير صعب. نعم. أكيد. الجوائز، في جوائز للعدائين الأجانب أو لا؟ أمبلا، هيدول مقدمهم حدا من برا، يلي هن مثل ما بيقولوا شركة خاصة بتعنى بتصنيف العدائين. أوكي. يعني هن بقدموا لهم جوائز مالية تيربحوا، وبعدين بيصيروا يصنفون وبيروحوا بيشتركوا بماراثونات عالمية. نعم، يعني في مصلحة مشتركة فينا نقول. ايه اكيد اكيد. نعم. هدول لانه العدائين الاجانب هي شغلتهم بالحياة طبعا، يعني بيركضوا من ماراثون لماراثون، من دولة لدولة، بينافسوا، بصير عندهم اسم، بصيروا حضورهم ومشاركتهم بيعطوا تصنيف للماراثونات العالمية، كلها هيدي يعني بحد ذاتها الى دولة. مزبوط مزبوط، وبتزيد قيمة للماراثون يلي بيروحوا عليهن كمان. نعم. هيدا الماراثون مرق شيء حلو قلتي استاذة فرانسواز، بالموجود جود بما معناه. مظبوط. نحن بنعرف انه السنة الماضية واللي قبلها يعني كان في ظروف خلتكم ما تكونوا موجودين، وترجعوا كأنكم بتحسوا بانطلاقة جديدة. يعني قديش هالانطلاقة الجديدة فيها تحدي اليوم انكم تكونوا على الأرض، انكم تكونوا عم تشتغلوا من قلبكم، انكم تأسسوا لسنة الجاي يكون الظروف أفضل وترجعوا إلى إيقاع كل سنة ماراثون، كيف عم تحضروا حالكم؟ هي صحيح، كل يعني صراحة كل يوم في تحدي، في مشاكل، في صعوبات، لأنه الماراثون يلي ما بيعرف بياخد كتير تحضير، بياخد تحضير تقريبا شي 6-7 أشهر منه. نحنا قديما كنا 35 شخص بالجمعية نشتغل كل السنة مشان 3 سباقات ننظمة. نحنا هلأ صرنا 5 أشخاص عم ننظم نفس عدد السباقات بنفس الكبر. الماراثون إذا كان فيه 3000 شخص أو 12000 أو 50000 شخص بده نفس التحضير، نفس المدة التحضيرية ونفس الشغل. فهيدا أكبر تحدي، أنه نحن صرنا فريق عمل كتير صغير، ولكن ما في حدا منا ما بيحب تعزيز الرياضة بلبنان. لسوء الحظ هي الرياضة بلبنان منا شيء يعني بدو عليه، لا هو شيء اكسترا وكماليات. ايه؟ وبينما بالعالم وقت يروحوا يشتركوا العدائين او اي رياضة بالعالم بالجوائز او المنافسات او المباريات الدولية بيعتبروه عمل وطني، لانه هيدا الجندي، يعني الرياضي هو جندي عم يرفع اسم بلاده ويحمل علم بلاده. نحن للأسف عنا هيدي من الكماليات. يعني
صحيح. فنحن قد ما فينا رح نضل مسابرين تنظم هيدا الماراثون وغير سباقات بلبنان تنبرز الاسامي اللبنانيه يلي يمكن فيه نطلعوا للعالميه كمان اذا بيندعموا شوي. بس قدرتوا تعملوا تراكم بهيدا الموضوع بعد هالسنوات كلها؟ قدرتوا يعني صار عنا عدائين اكيد لبنانيين بيطلعوا تنافس المواصفات الدوليه؟ شو أكيد في عنا كثير عدائين بيشاركوا ببطولات عالمية وبيطلعوا بيربحوا بالفئات العمرية كمان برا بلندن ماراثون بنيويورك بشيكاغو. لا في عنا نخبة من العدائين يلي بيبيضوا وجه لبنان ولكن العدد مش كبير إذا بدك تقارنيه بغير بلدان. أكيد في بلدان بيدفعوا لهم هن تيكت السفر وكل المتطلبات بيشتروا لهم كوستيم تو ريبريزنت يعني هن البلد تبعهم وبيأمنوا لهم مدرب وبيأمنوا لهم معاش مشان يتفرغوا اكيد هون عنا لا العداء هو بده يطلع على نفقته الخاصه وبده هو يتدرب سو ما في الانفراستراكشر بلبنان لسوق الحظ حتى ما في مطارح يتمرن فيها طبعا يعني اذا انت بدك تنزل تركضي وين بدك تركضي بتركضي على الكورنيش او واجهه بيروت البحريه بس لسوء الحظ ما بقى فيك تركضي بعد الساعة 6 لأنه ما في ضوء ما في كهرباء سو كل التمرين بده يصير الصبح أو بمطارح مضوية اللي هي بطلت موجودة يعني ما في حتى ملاعب وعلى الطرقات العامة عندك صعوبة كمان بده حدا يرافقك بالسيارة صح. أو بطريقة صح. معينة للأسف عندك السلامة العامة كمان يعني هلأ بطل مثلا إذا سيدة بقى تنزل تركض الصبح أو بالليل يعني منه آمن كتير إنه تركض لوحدة طبعا بدها حدا يرفقها صح. مديرة العمليات بماراثون بيروت فرانسواز نعمي بتحب تضوي على شيء قبل ما نختم هالمداخلة معك ونقول موعدنا الأحد 13 الشهر ابتداء من الساعة 6 الصبح انه تكون بيروت عم تركض لأجل البقاء والصمود لأجل الفرح ولأجل الاستمرارية؟ انا بس بحب ادعي كل العالم يلي مش مشاركين بالماراثون بس الماراثون بيمرق بالشوارع تبعهم يطلعوا على البلكون ينزلوا على الطرقات بس يحمسوا هدول العدائين يلي ممرنين في منهم بيتمرنوا سنين تيشتركوا بالماراثون. الماراثون مش شي هين مش انه لبسنا الشوز ونزلنا ركضنا لا هيدا تحدي جسدي وعقلي كمان فبطلب من كل العالم يلي بشوفون نهار الأحد عم بيركضوا يحمسون يزقفولون تيقدروا يوصلوا على خط الانتهاء. نعم شكرا لكم والله يعطيكم العافيه. وانا بدي واحد مرسي كلك ذوق ثانك يو. خمس عناصر الفعالين بماراثون بيروت على راسهم السيده مي خليل يلي بعدها باصرارها وبعنادها وبايمانها انه فينا نغير شيء مستمر الماراثون بيروت. شكرا لكم شكرا والله يعطيكم الف عافيه ثانك يو شكرا.